جيو سم الحافة قصة واقعية يو سبب الحب يو 2013 هو إكسبو ريكورد جيو طلعت الدنيا في راسي وش اني غادي نعمل بسبب الحب كرفنا دم بقيت ما نتعامل بسببك العيلة ويا نطيح خيمتي وصحاب لي من لك خاطرك غادي تكون تحسنتي بليت وصاص حب مش الخاوي كل ما عندي تيت ولك تينا زيدا بتناوي بسم الناس همومي وتينا هي سبابي نجيك كون الحو ما منعقل صحابي عملتي بي حالة شواتيني بحياتي تديت نتمنى الموت يا وفي كل يسمع غواتي عليك النادي بنت الناس راني كان بغير كنت ناوي الحلال من والديك غادي ندك وشا النهار فرقنا ودموعي سالت وكرهت الحياة والايام ليك حالة وكرهت الحب كرهت الحب في مكان ودابا عرفتك لحقيقتك وطريقك مزيانة والوالد ديالي وجبرني مكالي وعلى يدي مكتبسمة وداك يتشوط فيا كيقول لي بني مرح حملك والوالدة تشوط فيا وتقول لي واش نطلع خطبلك لا لا الوالدة هي ما كتحملني عطيتك امها في قلبي وهي ما بغات تفهمني بسببك العيلة شراو عليا مضر ما بقيت صالح لوالو حتى المدرسة بقيت نحضر رجعت مبليه ود السوق غدر واللي دايز نوقفو بليا خصني تحضر ما بقيتش نفكر حيت الزمان غدار رجعت تكيري خصني نمشي نبر صحابي كينصحوني كاين بزاف منا لا خوتي خصني تكون ديالي وهذا الشي اللي كنتمنى هذه قصة ديالي سبب الحب يو وانتو ما عارفين اللي كاين تخطى الدراري اللي كتنصحني خوة تولايف يو خوة نور الدين خوة يوسف المهم انتو ما عارفين اللي كاين تخطى اللي كتنصحني زهيرة هدى صافي قطع الخوات قبل ما نزيد نتألم